هذا الماضية قياسنا بالريجولار اكسبريشن، اخذنا عليه امثلة. تمام، كم مليون؟ احكي لي انه الريجولار اكسبريشن والريجولار لانجويجز ار ايكوفالنت. ايش يعني ريجولار لانجويجز؟ و اللانجوج جنريتد باي ريجولار اكسبريشنز ار ايكوفالنت. ايش يعني يا شباب الحكي هذا؟ مين يحكي لي؟ ايش يعني اللغات المنتظمه الريجولار لانجوجز مكافئه للغات اللي بتنتج عن الريجولار اكسبريشن؟ يعني دكتور، ممكن مثلا من ناحيه السايز نفسه او الستورج نفسه ممكن. لا لا، لاحظ الموضوع مالوش دخل لا بسايز ولا بالهاد. انا بحكي انه اللغات المنتظمه مكافئه للغات اللي generated by regular expression. بيعني الحكي هاد ايش؟ انه اي regular language can have a regular expression. تمام، بيعني شغلتين، انه any regular language can be represented by a regular expression. أي لغة منتظمة بقدر أعملها regular expression. تمام؟ و the language represented by a regular expression هي regular. و all languages generated by a regular expression are regular. يعني اي regular language بقدر اعملها regular expression، واي regular expression اللانجوج اللي بيمثلها هي ايش؟ هي regular. هاي يعني انهم متكافئين. واللي عشان نثبت انهم متكافئين لازم اثبت ان language generated by regular expression هي subset من regular language. بمعنى for any regular expression R the language L of R is regular. نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي، لأي regular expression R ال language اللي بيمثلها R هي regular. yes. بس عفوا على المقاطعة، بس في شاب حسن علي دكتور مش قادر يفوت على المحاضرة. حسن ايش؟ حسن علي دكتور. هاد حسن علي ولا هاد؟ لا لا، اول واحد. هاد هون؟ نعم. تمام. لو انا عندي اي regular expression R اللانجوج اللي بيمثلها هي regular، ولازم نثبت ان الريجولار لانجويجز هي سبست من اللانجويجز جنريتد باي ريجولار اكسبريشن. يعني لاي ريجولار لانجويج ال عندي ريجولار اكسبريشن ار بيمثل هاي اللانجويج. يعني لو انا عندي لانجويج ريجولار بقدر اعملها
regular expression. ولو أنا عندي regular expression اللانجوج اللي بيمثلها هذا الريجولر اكسبريشن هي ايش مالها؟ هي ريجولر. بقول لي البروف باي اندكشن سهل، لاني لاي ريجولر اكسبريشن ار اللي ايش بدنا نثبته؟ ال اوف ار از ريجولر، اللانجوج اللي بيمثلها ريجولر. طيب عشان نثبت الحكي هاد، اوكي بدي اثبت انه اي regular expression اللانجوج اللي بتنتج عنه regular. كيف بدنا نمثلها؟ بدنا نمثلها باستخدام DFA. بدي اثبت انه اي regular expression بقدر اعمل له finite automata. اذا اثبتت انه اي regular expression بقدر اعمل له فاينايت اوتوماتا وبقدر امثله بفاينايت اوتوماتا، انا هيك اثبتت انه اي ريجولر اكسبريشن اللانجوج اللي بتنتج عنه ريجولر. بحكي لي احنا بنعرف البريميتيف تبع الريجولر اكسبريشن ايش هما؟ فاي ولمدا والفا. الفا اللي هي اي حرف من الالفابت. إنيشالي هدول بنمثلهم باستخدام NFA. مين يحكي لي الفاي كيف بدأ مثلها بNFA؟ كيف بدأ مثلها بفاينايت أوتوماتا الفاي؟ عملها بس ستيت واحدة، بتكون هي ستيت واحدة. ستارت بدون فاينل. نعم. طب اللمدا كيف بمثلها؟ اللمدا دكتور ممكن أعمل تو ستيتس، هيكون ترانزيشن لمدا. أو start هي final. مش إذا كانت start هي نفس الفاينل يكون لمدا accepted. نعم صحيح. وبقدر أنا هاي أمثلها على سبيل المثال بس start state بدون final. هاي بقدر أمثلها start state وهي final. والألفا كيف بقدر أمثلها؟ start بتروح على final في ألفا. فهذول البريميتيف سهل جدا إننا نمثلهم. فاي بس ستارت بدون فاينل، اللامدا الستارت هي نفس الفاينل، والألفا لتسي الألفا هو الـ A مثلا، مثلها بستارت مع فاينل أو ستارت بروح على فاينل بحرف الـ A. طيب بقول لي هدول البريميتيف ريجولر اكسبريشن. هلا البريميتيف ريجولر اكسبريشن زي ما احنا بنعرف بنقدر نكون منهم كل الريجولر اكسبريشنز عن طريق الاوبريشنز تبع الريجولر اكسبريشن. الاوبريشنز اللي احنا بنقدر نكون منهم ريجولر اكسبريشن اما اور او الكونكاتينيشن أو الستار لوجر أو الأقواس. فأنا بدي أثبت إنه لو عندي أي تو ريجولر إكسبريشن وعملت بينهم أور بقدر أمثلهم بفاينايت أوتوماتا أو اللي بنتج عنهم هو ريجولر. اللي بنتج عنهم هو ريجولر كيف؟ ال R1 أور R2 هي عبارة عن إيش فعلياً؟ من تعريف الريجولر اكسبريشن هي العبارة عن اليونيون بين اللانجوج اللي بتمثل R1 واللانجوج اللي بتمثل R2. طب ال R1 كونكاتينيت R2 هي عبارة عن اللانجوج لل R1 كونكاتينيت اللانجوج لل R2. طب ال R1 ستار هي عبارة عن ال R1 الكل ستار. ولو كان عندي أقواس، هل الأقواس هتغير على اللانجوج اللي بتنتجها الريجولر اكسبريشن؟ لا طبعا. طيب مين يحكي لي كيف بدي أثبت إن اليونيون والكونكاتينيشن والستار كلوجر على لغات ريجولر هيعطيني ريجولر؟ يعني لو كانت L ريجولر او L1 regular وعملت لها اتحاد مع L2 regular هل الناتج regular ولا لا؟
حتكون ريجولار دكتور. ليش؟ على وات؟ يعني السبب حيكون انه طالما انه يعني ال R1 طالما انه هو اصلا ريجولار وال R2 اصلا ريجولار، فالناتج هو يعني كاتحاد حيكون هو اصلا بعطيني ريجولار، يعني ما حيغير اي اشي، بس هو حيضيفهم مع بعض. لان قلنا ال regular languages are closed under union. ممتاز احسنتي، لانه قلنا ال regular languages are closed under union، وقلنا ان ال regular languages are closed under concatenation، وقلنا ال regular languages are closed under star closure. Regular languages are closed under union, concatenation و star closure. فبالتالي اللانجويجز اللي بتنتج عن الريجولار اكسبريشن هي ريجولار. طبعا بالنسبه للاقواس 3 دي اللي هي ريجولار، ليش؟ لان الاقواس لما يكون عندي قوس خارجي على الريجولار اكسبريشن فاللانجويج تاعته ما حتاثر. يعني هذا ال ار 1 فعليا تعريفه عباره عن ال ار 1 قوس برا، فهذا ما حيأثر على اللانجوج اللي بتنتج. طيب البروف بالعكس، لأي regular language L عندي regular expression R، لأي regular language L عندي regular expression R. بمعنى هل أي regular language بقدر أمثلها بregular expression؟ طيب البروف هيستخدم الالجوريثم بتاعت الكونستراكشن اوف ريجولار اكسبريشن، يعني عمليه التحويل بين ان اف اي وريجولار اكسبريشن. لو انا عندي فاينايت اوتوماتا كيف بقدر اطلع منها ريجولار اكسبريشن؟ اوكي ليتس سي انه ال ريجولار، هلا اذا كانت اللانجوج ريجولر معناته اكيد الها ان اف اي ام بتمثلها. هاي قاعده اخذناها انه اي ريجولر لانجوج الها فاينايت اوتوماتا ذات ريبريزنتد، واثبتنا انه هاي الفاينايت اوتوماتا ممكن تكون وذ ا سنجل فاينل ستيت، صح؟ واذا ما كانت بسنجل بنقدر نحولها لسنجل عن طريق ان نعمل نيو فاينل ونوصل بلامدا من الفاينل القديم، رايت؟ طيب هلا بقول لي ايش البروسيجر التحويل بين ان اف اي تو ريجولار اكسبريشن؟ من ام من الفاينايت اوتوماتا ام ابني لي ايكويفالنت ترانزيشن جراف ذات فور افري ريجولار لانجويج ال ذير شود اكزيست كورسبوندينج ريجولار اكسبريشن ار. هلا الفكره ايش هو الترانزيشن جراف؟ ايش الفرق بين الترانزيشن جراف وبين الفاينايت اوتوماتا؟ الترانزيشن جراف او جنرالايزد ترانزيشن جراف بيسمح لي احط على الليبل تبع السهم ريجولار اكسبريشن. احنا بنعرف انه الليبل على الفاينايت اوتوماتا، الليبل على الفاينايت اوتوماتا لازم يكون حرف واحد، تمام؟ واذا كان حرفين بينهم فاصله بيعني انه فعليا في سهمين. اوكي ما بقدر احط ريجولار اكسبريشن على الترانزيشن بالفاينايت اوتوماتا، لكن بالجنرالايزد ترانزيشن جراف سماه جي تي جي generalized transition graph ممكن الليبل تبع الترانزيشن يكون regular expression. فبقول لي من M اللي هي finite automata construct equivalent GTG generalized transition graph. كيف؟ For every regular language L there should exist corresponding regular expression R. GTG is a transition graph whose edges are labeled with generalized transition graph هو عبارة عن
الترانزيشن جراف لاوتوماتا، لكن الليبل تبع الترانزيشن تبعه ريجولار اكسبريشن. غير هيك هو نفس الترانزيشن جراف العادي تاع الفاينايت اوتوماتا. طب ايش الهدف؟ الهدف ان انا بدي احول من فاينايت اوتوماتا لريجولار اكسبريشن. عمليه التحويل ما بتيجي مره واحده، بتيجي ستيب باي ستيب. فمثلا لو كان عندي على سبيل المثال A فاصل B بدها تصير OR، ناخذ اكزامبل، لو انا هذا على سبيل المثال بدي احوله من فاينايت اوتوماتا ل ريجولار اكسبريشن، كيف حب عمليه التحويل بتشتغل؟ ببلش بعمليه ايش اسمه ستيت ريدكشن. ايش الستيت ريدكشن؟ بختار ستيت وبحذفها وبعوض عنها بترانزيشنز. الستيت ريدكشن اني بختار احد الستيت بحذفها وبعوض عنها بترانزيشن حتى يضل عندي فقط تو ستيت، الستارت والفاينل. طبعا احنا بنشترط ان يكون في عندي سنجل اكسبتنج ستيت، سنجل اكسبتنج. طب اذا كان عندي اكثر من اكسبتنج بحولها لسنجل اكسبتنج. شفنا كيف بنحول لما يكون في عندي اكثر من فاينل لا single accepting state. اوكي فبقول لي initially ال A فاصلة B بنحولها ل A or B، بعدين بدي احذف Q1، بدي اعمل state reduction. طب خلينا نشوف مع بعض نفهم كيف عملية الحذف بالتم. حللكم اياها على الوايت بورد عشان توضح الفكرة اكثر. هلا بهذا الاكزامبل بدنا نعمل ريموف لQ1. طب ليش اخترت Q1 عشان اعمله ريموف؟ لانه زي ما قلت في الاخر بده يضل عندي الستارت والفاينل. بدنا نعمل ريموف لQ1. ايش الستيت اللي ضلت عندي يا شباب بعد ما احذف Q1؟ حتكون Q0 و Q2. أحسنت، حيكون Q0 وال Q2. طيب هلا احنا حذفنا Q1، ايش باجي بسوي؟ بتطلع على كل الباثز كل الطرق اللي كانت تمر من خلال Q1 وبعوض عنها بترانزيشن. طيب اي شيء ما له دخل بQ1 بينزل زي ما هو. يعني على سبيل المثال هون Q2 كان فيها لوب على البي، الها دخل بQ1 هاي؟ لا، ما بتمر عبر Q1 فبتنزل زي ما هي هون البي. ليش؟ لانه ما الها دخل بQ1، ما بتمر عبر Q1. باجي بسأل حالي لQ1 ايش الستيتس اللي كانت تمر او ايش الترانزيشن تربط بين اي تو ستيتس اللي بتمر من خلال Q1؟ تربط بين Q0 و Q2. فاجي بحكي لحالي بدي اشوف هل في عندي باث من Q0 لنفسه عبر Q1، هل في عندي باث طريق بمر بQ1؟ تمام، بيمشي من Q0 وبرجع ل Q0 عبر Q1 اللي هي اللوب ما بين تو ستيتس. تمام، يس، في عندي باث بمر من Q0 وبرجع Q0 عبر Q1، فبالتالي هذا حعبر عنه بترانزيشن من Q0 لنفسها. واضح؟
هذا اللوب. طيب مين يحكي لي ايش الليبل تبع هذا اللوب؟ هيكون بي. انا لما امشي من كيو 0 وارجع ل كيو 0 بقرا بس بي؟ لا بتقرأ بي و بي و ايه. وايش كمان ممكن اقرا؟ يعني لاحظوا انا بقرا بي بعدين هون قد ما بدي من البي بعدين ايه، صح؟ باللفه الواحده. هتكون بي بي ستار ايه. اكزاكتلي. الليبل حيكون بي بي ستار ايه. هذا صار عندي الباث هاد اللي كان يمر بكيو 1 عبرت عنه بترانزيشن من كيو 0 لكيو 0 لنفسها. تمام؟ فصفت عندي بي بي ستار اي. طيب هل عندي باث من كيو 0 لكيو 2؟ من كيو 0 لكيو 2 ببر عبر كيو 1؟ يس. ايش الليبل تبعه؟ هيكون بي بي ستار الكل A بلس بي. بي بي ستار A or B. طيب هل عندي باث من كيو 2 لكيو 0؟ لا ما في باث. ما في باث. فإذا لما حذفنا كيو 1 فقط اللي تأثر باث من كيو 0 لنفسها وباث من كيو 0 لكيو 2. الباث من كيو 2 لنفسها مش موجود والباث من كيو 2 لكيو 0 مش موجود. تمام؟ واضح؟ هيك خلصنا. هلا باجي بكتب الريزلت اللي نجت عندي. ايش عندي هون من كيو 0 لكيو 2؟ عندي بي بي ستار اي. بما انها لوب هاي ايش بدي اخليها كلها قد ايش؟ كلها ستار. ليش عملتها كلها ستار؟ لانها جاي على ترانزيشن لوب. بعدين عندي بي بي ستار اي اور بي. بعدين ايش عندي في الاخر؟ البي علو بتكون بي ستار. تمام. اذا هذا الريجولر اكسبريشن اللي نتج من عمليه التحويل. تمام؟ واضح؟ هاد نزل ستار لأنه على لوب. هاد نزل زي ما هو والبي ستار لأنها على لوب نزل بي ستار هون. تمام يا شباب؟ تمام دكتور. هلا بيحكي لي ان جنرال لو انا عندي هذا الشكل بدي اعمل ريموف ذا الكيو، يعني معطيني حاله معقده. هلا باجي بسال حالي ايش الباثز اللي انا بمر فيها عبر الكيو؟ انا بمر من كيو اي لنفسها، بمر من كيو اي لكيو جي، بمر من كيو جي لنفسها، وبمر من كيو جي لكيو اي، صح؟
لما احذف الكيو لازم اعبر عن كل الباثز هاي كانت موجوده عبر كيو تمام بالترانزيشنز. حنبلش من كيو اي لنفسها. لما امر من كيو اي لنفسها ايش الليبل اللي حقراه؟ اي اي ستار دي. هاد بحط الترانزيشن من كيو اي لنفسها اي اي ستار دي. بعدين من كيو اي لكيو جي الباث اللي بمر من كيو اي لكيو جي بقرا اي اي ستار بي اي اي ستار بي. بعدين من كيو جي لكيو اي سي اي ستار دي. بعدين من كيو جي لنفسها سي اي ستار بي. واضح؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. تمام. طب هلا سؤال، هلا هذا الريجولر اكسبريشن اللي ناتج عندي كيف بقدر اكتبه؟ يعني ليتس انه هاي الستارت وهاي الفاينل ستيت، هيكون دكتور الاي ستارت. خلينا نمثل بطريقة أبسط. Let's say إنه هذا كله سميناه R1 وهذا كله سميناه R4 وهذا كله سميناه R3 وهذا سميناه R2. لو أنا بدي أكتبه، لاحظ بلش من Q0. إيش عندك؟ كيلي R1 ايش لازم نحط عليها؟ ستار فولود باي ايش؟ ار 2 ار 2 صح؟ هون وصلتني لفاينل. هلا بس وصلت للفاينل الكيو فاينل عندي اوبشنز لوب. ايش اللوب اللي عندي؟ اما بعمل ار 4 قد ما بدي او ايش بسوي ار 3 بمشي يعني اللوب لان واقف على الكيو فاينل بعمل لوب هون او بعمل لوب ار 3 ار 1 ستار ار 2 اللوب بهي الطريقه برد ارجع او لوب هون اما ار 4 او ار 3 ار 1 ستار R2 الكل ستار. واضح الشباب كيف تنكتب؟ ما في داعي ارد احط هنا ستار مره ثانيه. انا هذا كله لوب، اما اللوب على R4 او R3 R1 ستار R2. واضح يا شباب؟ كيف بمثل هاي الكيس في عملية التحويل؟ طيب خلينا ناخذ examples. Convert the following finite automata to regular exhibition.
1 2 3 تمام. يلا اول شيء بدي اعمل ريموف. اول شيء بدي اتاكد انه انا عندي سنجل فاينل. لو ما كان عندي سنجل فاينل ايش لازم اسوي؟ لازم اعمل نيو فاينل ستيت، اضيف فاينل ستيت. بس انا هون اكزامبل بسيط عندي سنجل فاينل. الشغله الثانيه ببلش اعمل ريموف بالستيتس اللي بالنص، بختار اللي بدي اياه حرا. المهم اترك الفيرست او الستارت والفاينل. بلش نعمل ريموف، ما عنديش الا خيار واحد هون، ريموف ستيت 2. ضل عندي 1، ضل عندي 3. يلا على السريع شباب، يلا خلينا نمشي من 1 ل 3. من 1 ل 3 مين يعطيني ايش لازم يكون؟ ايش الباث؟ ايش الريجولار اكسبريشن؟ بين ال 1 وال 3 ايش الريجولار اكسبريشن؟ B A star B. اللوب هون اوريدي موجود من اول ال A. طيب هلا خلصت من الباث 1 ل 3، هل عندي من 3 لنصها؟ لا. هل عندي من 3 ل 1؟ لا. هل عندي من 1 لنفسها عبر 2؟ موجود موجود. ايش الباث تبعها؟ بي اي ستار بي. باجي بضيفها هون مثل عندي اور الاي موجوده من اول اصلا بي اي ستار بي. إذا عندي باث من 1 ل 3 وعندي باث من 1 ل 1. أوكي؟ ضل إشي ثاني أحذفه؟ لا، مباشرة هلا بكتب الفاينل ريجولار إكسبريشن R إيش بتساوي؟ يلا مين قالني؟ A or B A star B الكل ستار followed by ايش؟ تمام يا شباب؟ تمام تمام دكتور. في احد عنده اي سؤال؟ شو صار بالورك شيت اللي اعطيناها على الريجولار اكسبريشن؟ حلتوها؟ حلو اكزامبلز يا شباب، لازم نحل اكزامبلز. بدون ما تحلوا اكزامبلز بصير الماده كثير صعبه. طيب هلا انا اكزامبل ناخذ انه معنا لسه 4 minutes 3 minutes. Another example, let's say عندي 1 2 3 وعندي 2 كمان final. هون عندي loop B وهون عندي loop A. وهون عندي A A وهون عندي B. هلا ايش اول خطوة لازم اسويها في عملية التحويل هاي؟ make
a single final state. برجع برسم رسمة مرة تانية ب single final state. هنا A هنا عندي B هنا B هنا A هنا A بعمل new final سميها مثلا 4 بوصل البلامدا لهاي الفاينل واضح؟ بعدها ببلش أحل هلأ ببلش أحذف اثنين أو ثلاث في الأول أي ستيت بقدر أبلش فيها إذا حذفت اثنين أول حيطلع معي حل مختلف لما أحذف ثلاثة أول بس اثنين صح جربوها أنتو ومرة جاي بنكملها إن شاء الله تمام يا شباب تكمل